لا بد أن تستشعر الأمة حق رسولها صلى الله عليه وسلم وحق نصرته ودفاعه عنه. فإذا كان الأنبياء أخذ عليهم العهد أن ينصروه جميعا، وقد علم الله أنه لن يدرك أحدا منهم حيا على وجه الأرض، وقد ذكر الله بذلك كليمه موسى بن عمران عندما أخذته وقومه الرجفة، فقال موسى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. أجابه الله فقال: قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يجب على كل مؤمن وكل مؤمنة أن يجعله أن يكون في حمايته ورعايته ونصرته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يبذل جهده في سبيل هذه النصرة. والمثال الذي يحتذى في ذلك أصحابه والتابعون لهم بإحسان. انظروا إلى تضحية أصحابه في الدفاع عنه، فعلي بن أبي طالب هو الذي نام على سريره ولبس لحافه ليحميه بنفسه وليقتله المشركون مكانه، وأبو بكر الصديق هو الذي كان يدخل أصابعه في الجحور في الغار لئلا يكون فيها سامة أو هامة أو أي أذى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب هو الذي قال يوم بدر: والله لو شهدها عدوي ما تركته حتى يقتلني أو أقتله. أبو عبيدة بن الجراح هو الذي قاتل أباه. أبو بكر هو الذي قاتل ولده. مصعب بن عمير هو الذي قاتل أخاه. هؤلاء الصحابة الكرام أروا الله من أنفسهم خيرا، وكانوا بهذا المستوى من الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن النضر رضي الله عنه لما شهد معركة أحد وقاتل حتى كثرت فيه جراحاته وسقط على الأرض وكان يجود بنفسه، جاءه رجل من قومه فقال له: بلغ قومك عني أنه من العار عليهم أن يوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين منهم تطرف. وكانوا كذلك رجالا ونساء، فكانت نسيبة أم عمارة رضي الله عنها تقاتل بين يديه يوم أحد بسيفين حتى قطع عاتقها، وكان طلحة بن عبيد الله يرد السهام عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينها حتى شلت، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم بنت ملحانة ثبت في الصحيح عن أنس أنه رآهما يوم بدر مشمرات عن أسوقهما يرى خدم سوقهما يحملن القرب ويصببن الماء في أفواه الجرحى. كانوا يحبونه أشد من حبهم لأنفسهم. فخبيب بن عدي عندما أراد قريش قتله وصلبه سأله أبو سفيان: هل ترضى أن تكون بين أهلك وفي قومك معززا مكرما وأن ابننا محمدا عندنا نقتله ونصلبه؟ انتفض وقال: والله ما أود لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه يشاك بشوكه وأني أنجو مما أنا فيه. وأنشد بيته: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، فإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وحسان بن ثابت دافع عنه بلسانه وهو يقول: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركم الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. وابن رواحة رضي الله عنه يقول:
في عمرة القضاء خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. الصحابة الكرام بذلوا أرواحهم في الدفاع عنه وفي نصرته، وقد أثنى الله على الأنصار بذلك، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والتابعون لهم بإحسان كانوا كذلك تربوا على تربية الصحابة فأحبوه صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. وفي صحيح مسلم: تجدون أشد الناس محبة لي قوما لم يروني، يود أحدهم لو يراني بنفسه وماله. يقول مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه وغشيه الرحضاء حتى قمنا عنه وتركنا ورحمناه. وكان مالك لا يحتذي النعال في المدينة احتراما لتربة دفن فيها جسد رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. وسأله رجل يوما في الطريق عن حديث، فقال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ اجلدوه 20 سوطا. فقيل له: يا أبا عبد الله، إنه القاضي. قال القاضي: خير من أدب. فجلد القاضي 20 سوطا، ثم دعاه مالك إلى مجلسه فحدثه 20 حديثا. فقال القاضي: ليته جلدني 100 فحدثني 100 حديث. وكذلك كان من احترام الصحابة الكرام له صلى الله عليه وسلم ما ذكر عياض رحمه الله أن علي رضي الله عنه ما عمل مصراعي داره إلا بالمناصع، والمناصع أرض بالمدينة كانوا يقصدونها لقضاء الحاجة، فما عمل مصراعي داره إلا بالمناصع خشية أن يظهر الصوت في المدينة احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من شدة تأثرهم به تذكرهم لكل ما يقع فيه، فقد حدثونا بسيرته ومشاهده وغزواته والسرايا والبعوث وكل ذلك. عندما جاء بلال من الشام في خلافة عمر أذن كما كان يؤذن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى أهل المدينة جميعا لتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر هذا الحال فيما بعد، فكان الخلفاء العباسيون يلبسون للعيد بردة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لبسها المتوكل بن الواثق بن المعتصم بن هارون الرشيد في يوم عيد، وخاطبه الشاعر البحتوري فقال نعم: ذكروا بطلعتك النبي فكبروا فهللوا لما برست من الزحوف وكبروا، ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يزهو ولا يتكبر، فلو أن مخلوقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. وذكر لباسه لبردة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المحبة الصادقة لا بد من إحيائها في نفوس المؤمنين والمؤمنات، ولا بد من أن نكون جميعا نحيي صادقين هذا العهد، وأن نكون جميعا وافين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن فداء له جميعا وكل ما نملك كذلك. ولا خير فينا إذا تطاول المتطاولون على الجناب النبوي وسكتنا، فليس المجال مجالا للسكوت بحال من الأحوال، فلا بد أن يستغل أهل الإعلام إعلامهم، ولا بد أن يستغل الشعراء شعرهم، ولا بد أن يستغل الكاتبون كتابتهم، ولا بد أن تستغل الجمعيات بل الدول أيضا. فلا بد أن يعرف حكام المسلمين أن من لم ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فإن الله هدده بأنه سينتزع منه الملك ويولي غيره مكانه. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم اسمعوا هذا التهديد إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأجده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون